ضابط فقهي، نريد ضابط يجمع يبين لنا وش اللي يحرم الجمع. يقولون كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحهما بسبب القرابة أو الرضاع، حرم الجمع بينهم. أعيد عليك، كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكر والأخرى أنثى حرم نكاحهما بسبب القرابة أو الرضاع، فيحرم الجمع بينهم. يعني الآن المرأة وخالتها، يعني لو أن هذا المرأة هذه ذكر وخالتها، هل يجوز أن ينكح خالته؟ لا. فإذا لا يجمع بينهم. المرأة وعمتها، لو كانت هي ذكر وعمتها، هذه عمتها، هل يجوز أن ينكحها؟ لا. إذا لا يجمع بينهم. وهكذا، بس على هذا واضح ولا لا؟ نعم.